دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان نتابع اهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الدوري المصري الممتاز لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فاللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية هتستمر في تنظيم فعاليات المشاورة الإعلامية حول مكافحة الاتجار بالبشر، وده في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، وإيماناً بالدور البارز للإعلام في المجتمعات المعاصرة وبخاصة في الوصول لشرائح أكبر من الجمهور والتأثير على الرأي العام. النهاردة هتعلن مدارس محافظة الجيزة نتائج امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب سنة 6 ابتدائي، وده وفقاً لجدول إعلان نتائج آخر العام المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة. النهاردة هيشهد مسرح قصر ثقافة رود الفرج العرض المسرحي الدمية البرية عن نصي بيت الدمية والبطة البرية لهنريك إبسن، دراماتورج وإخراج السعيد منسي. العرض هيستمر لمدة 10 أيام وهيكون الساعة 9 بالليل. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين في إطار المباريات المؤجلة من الجولة 27 من عمر المسابقة. هيلتقي الاتحاد السكندري مع بيراميدز الساعة 7 مساءً، والأهلي مع سيراميكا كيلوباترا الساعة 9:30 بالليل.